انظر ماذا فعل هذا اللاعب لحارس المرمى، لقطات ذكية وعبقرية لا تصدق في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. إن كنت تلعب كرة القدم بأقدامك فقط فأنت لاعب فاشل ولا تستحق أن تتواجد بأي تشكيلة أساسية، لكن إذا كنت لاعبا تلعب بالقدم والعقل فأنت بالطبع تلعب كرة قدم رائعة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد بعض اللقطات الذكية والعبقرية التي لا تصدق في كرة القدم. لنبدأ. تمريرة إبداعية تصل إلى كريستيانو رونالدو، فتابع الأخير كيف سجل هذا الهدف الخرافي بالكعب، أحد أجمل أهداف كريستيانو رونالدو. هنا يمكنكم أن تتابعوا الحارس كيف قام بتخريب أرضية الملعب، وبعد ذلك نفذ اللاعب ركلة الجزاء لينزلق ويسقط أرضا، لكن الحارس تمكن من تصدي الكرة على اليمين بطريقة مميزة وإبداعية. لنشاهد هذه الركلة الحرة الاستثنائية من لويس سواريز، وكيف قام لاعب المنتخب الأوروغوياني بإبعاد المدافعين لفتح الزاوية. تابعوا هنا كيف راوغ هذا اللاعب الدفاع وبحركة رائعة بهذا الشكل، ثم قام برفع الكرة لوب من فوق حارس المرمى ليسجل هذا الهدف الاستثنائي. شاهدوا أدوريث وكيف وقف على الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء، فوضعها من لمسة واحدة على يسار حارس المرمى. تابعوا قطع الكرة من لاعبي سان جيرمان وكيف بهذا الشكل الرائع انقض عليها وأوقفها بطريقة جميلة. وسط هذه الدربكة في الدفاع أبعد المدافع الكرة برأسه ليسددها لاعب الخصم من خارج منطقة الجزاء ولكن إلى خارج الملعب. لنتابع هذا اللاعب هنا والذي قام برفع الكرة من أمام المدافع ليتخطاه، ومن ثم قام بتمرير الكرة إلى زميله الذي سددها على الطائر وسجل هدفا رائعا جدا. هنا عند صف حائط الصد تابعوا اللاعب كيف قام بتنفيذ الركلة الحرة الثابتة وتسجيلها في الشباك مباشرة. لنتابع هؤلاء الفتيات وكيف قمنا بتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة بتمريرها إلى هذه اللاعبة التي اخترقت منطقة الجزاء وسددت الكرة وسجلتها هدفا. لنتابع هذه الركلة الحرة الثابتة في الزاوية 90 على يمين حارس المرمى كيف دخلت. تقدم لاعب بروسيا دورتموند في هذا الانفراد ولكنه تعرقل، ولكن كرته ما زالت تمشي نحو الشباك بهذا الشكل. لنتابع هذا المدافع كيف مرر الكرة بطريقة رائعة إلى زميله في العمق، وبهذا الشكل سددها الأخير على الطائر ليحرز هذا الهدف الجميل. لنتابع هنا مهارات مسعود أوزيل بتنطيط اللبانة وتسديدها نحو عدسة الكاميرا بهذا الشكل. لنشاهد هنا ماكس هوميلز كيف قرأ هذه الركلة الحرة الثابتة وقام بإبعادها عن الزاوية 90 عن يمين المرمى. لنتابع كيف تم لعب الكرة من التماس لتصل إلى هذا اللاعب ليسددها الأخير على الطائر ويحرز هذا الهدف الجميل. تمريرة في غاية الإبداع تصل إلى لاعب فيورنتينا، فيمكنكم أن تشاهدوا الأخير كيف سددها على الطائر ليقوم بوضعها على يسار حارس المرمى. ما رأيكم بهذا الهدف الاستثنائي والمميز بالكعب من هذا اللاعب؟ لنتابع لاعب روما هنا وماذا فعل بالحارس والمدافع وكيف أسقطهما أرضا، ثم رفع الكرة من فوقهم ليسجل هذا الهدف الجميل. لنشاهد هذه التمريرة البينية في العمق لهذا اللاعب وكيف وضعها في الشباك مباشرة. هنا عند منطقة المرمى تابعوا كيف مررت هذه الكرة من أعلى المدافعين لتنزل إلى هذا اللاعب الذي وضعها بلمسة رائعة في الشباك.
تصل الكرة إلى هذا اللاعب ليرفعها من فوق لاعب الخصم، وعلى الطائر يقوم بتسديدها بهذا الشكل الجميل ليحرز هذا الهدف الاستثنائي. هنا في كرة قدم السيدات تابعوا هذه الحيلة الجميلة التي استخدمتها اللاعبات لتنفيذ هذه الركلة الحرة، وتم تسجيل هذا الهدف الرائع منها. لنشاهد هذا اللاعب هنا وكيف قام بتنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة بشكل جميل بتسديدها أسفل حائط الصد. تابعوا معنا هنا وكيف قام هذا اللاعب بمراوغة الحارس والمدافع وأسقطهم أرضا وبكل سهولة وضع الكرة في المرمى. قام هذا اللاعب بهذه الطريقة بتمرير الركلة الحرة الثابتة إلى زميله ليثبتها هذا اللاعب، ويقوم بعد ذلك لاعب آخر بتسديدها صاروخية قوية تخترق الجميع وتدخل الشباك على يمين الحارس. هنا تمريرة رائعة تصل إلى هذا اللاعب من زميله، فتابعوا بلمسته الرائعة بالكعب كيف وضع الكرة في الشباك. لنتابع هنا كيف تم تسديد هذه الكرة ليمسكها حارس المرمى، ووقف جميع اللاعبين إلى أن وضع الحارس الكرة على الأرض ليقوم اللاعب باختطافها ويقوم بوضعها في الشباك. لنشاهد كيف وصلت الكرة إلى هذا اللاعب ليسددها صاروخية ولكن خارج الملعب، ولحسن حظه ارتطمت بوجه زميله وتحولت هدفا إلى الشباك. وصلت هذه التمريرة إلى هذا اللاعب في العمق، فتابعوا هذه المقصية الرائعة التي سجل منها هذا الهدف الاستثنائي. لنتابع هنا صلابة هذا المدافع والذي أبعد الكرة بالمرة الأولى لتصل إلى لاعب الخصم، ومن ثم يقوم لاعب الخصم بتسديدها ليقوم المدافع بظهره بإبعاد الكرة بهذا الشكل. لنتابع معا هذه الكرة أو هذه التسديدة من خارج منطقة الجزاء، والتي مررت من ركلة حرة ثابتة إلى هذا اللاعب ليسددها صاروخية في الزاوية 90 على يسار حارس المرمى. تابعوا هذه الركنية والتي سقطت بهذا الشكل لترتطم بالقائم الأيمن وتدخل إلى الشباك. هذا الحارس وضع الكرة على الأرض ولم ينتبه لوجود أحد اللاعبين خلفه، فتابعوا كيف أتى اللاعب وخطف الكرة ووضعها في الشباك بكل سهولة. تمريرة إبداعية تصل إلى هذا اللاعب، فتابعوا كيف قام بمؤخرته بوضع الكرة في الشباك. لنتابع هنا معا هذا اللاعب وكيف راوغ المدافعين، أولا خطف الكرة ومن ثم راوغ المدافع الأول والثاني ومن ثم أسقط الثالث، وبطريقة جميلة وضع الكرة في الشباك. هذا اللاعب هنا كان مختبئا وينتظر حارس المرمى الغبي الذي وضع الكرة على الأرض، وما إن وضعها قام اللاعب بخطفها ووضعها مباشرة في الشباك. هذا اللاعب هنا وقبل أن تخرج الكرة قام بإنقاذها لتصل إلى زميله فيضربها برأسه ويسجلها هدفا رائعا. لنتابع كيف تم تمرير هذه الركلة الحرة الثابتة إلى هذا اللاعب من زميله ليسددها الأخير على الطائر بلمسة واحدة ومميزة ليضعها في الشباك. ما رأيكم بهذه التمريرة البينية التي وصلت إلى هذا اللاعب ليقوم بلمسة خرافية وبقدمه المعاكسة باستلام الكرة ليضعها في المرمى؟ لنتابع معا قطار اللاعبين وكيف يمرون على هذه الكرة من ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء ليلمسها اللاعب ما قبل الأخير، وبهذا الشكل يقوم بوضعها صاروخية داخل الشباك. لنتابع لاعب فالنسيا وماذا فعل بالمدافع الذي حاول أن يقوم بإسقاطه لكنه وقف وراوغ الأول والثاني والثالث، ثم سدد الكرة في هذه الزاوية البعيدة ليحرز هذا الهدف الرائع. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء، فتابعوا كيف تظاهر بالسقوط أرضا ثم نظر إلى الحكم
وبعد ذلك أكمل طريقه ليضع الكرة على يسار حارس المرمى. لنتابع رونالدينيو وكيف قام بخطف الكرة من يد حارس المرمى وهي في الهواء بهذا الشكل ليقوم بوضعها مباشرة في الشباك. بالطبع تم إلغاء هذا الهدف. لنتابع هذه التمريرة من هذا اللاعب التي وصلت إلى زميله ليقوم بتعريضها فتصل إلى أحد زملائه فيضعها مباشرة هدفا في الشباك. تابعوا ذكاء هذا اللاعب والذي قام بإمساك الكرة من التماس مع خروج حارس المرمى ليقوم بلعب التماس وضرب الكرة بظهر حارس المرمى الذي فر هاربا ليترك المرمى بهذا الشكل خاليا فيضع اللاعب الكرة في الشباك بهذا الشكل. لنشاهد هنا كيف تم تنفيذ هذه الركنية من هذين اللاعبين ليقوم الأخير برفعها إلى زميله وزميله يقوم بتعريضها إلى أحد زملائه في العمق فتابعوا كيف وضعها في الشباك. هنا لنتابع معا التمريرات بالرأس بين اللاعبين لتصل الكرة إلى هذا اللاعب فيسددها على الطائر بطريقة استثنائية ورائعة ويحرز هذا الهدف الخرافي. لنشاهد هذه التمريرة التي وصلت إلى اللاعب فقام بلمسة واحدة بضربها وهو طائر في الهواء ليضعها على يمين الحارس هدفا ولا أروع. شاهدوا هذا اللاعب كيف وصلت إليه الكرة ليمررها برأسه إلى زميله الذي وضعها في الشباك مباشرة. لنتابع رونالدينيو هنا والذي تظاهر بأنه يريد شرب المياه ومن ثم ذهب إلى هذه الجهة ليستلم الكرة من التماس ثم يمررها إلى زميله الذي وضعها في الشباك. يمكنكم أن تشاهدوا هنا كيف قام هذا اللاعب بتمرير الكرة إلى زميله بالرأس يقوم الأخير بعمل مقصية فتصل الكرة إلى زميله الآخر الذي سددها على الطائر هدفا ولا أروع. قد تظنون أن هذه الكرة هي كرة عادية، لا بالعكس، تابعوا كيف تم تسديدها لتمر بين أقدام ثلاثة لاعبين وحارس المرمى ثم إلى الشباك. لنتابع هنا في كرة قدم الصلاة كيف قام هذا اللاعب برفع الكرة إلى زميله من على الظهر ليقوم الأخير بعمل هذه المقصية ويسجل هذا الهدف الجميل. لنتابع معا هذا المرمى المستعصي على هذا اللاعب ففي المرة الأولى سدد الكرة لترتطم الكرة بالعارضة ثم ترجع إليه فيسدد الكرة وهو على الأرض فيضعها في الشباك. تقدم هذا اللاعب وقام بتمرير الكرة ليقوم زميله بضربها بالكعب بهذا الشكل وهو في الهواء فيسجل هدفا رائعا جدا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبورت.